مرحبا. لما منحكي عن الأخلاق منحكي عن التربية والقناعة بالحياة. ولا مرة كانت الأخلاق بالشهادات المكدسة بالمكتبة أو بالدروس يلي منعطيها أو منخدها بالجامعات. الأخلاق بتبلش بتواضع التربية البيتية وسهر المدرسة وحب الكنيسة وقراءة الإنجيل يلي هو دستور لحياتنا يلي بيعلمنا التواضع والمحبة، وإنه يلي بيتواضع ربنا بيرفعه للأعلى وللأفضل. كلمتين على الماشي بدها تقلك اليوم، التخصص الوحيد يلي ما بتلاقيه بيتدرس بجامعات العالم هو الأخلاق، يلي ممكن إنه يكون حامله عامل النظافة يلي بيكون دكتور بالأخلاق، مع احترامي للموظف وللوظيفة، وبيسقط فيه الدكتور بالعلم والفلسفة. والله معك.